السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو النهاردة هنحل فيه مشكلة او هنتكلم فيه عن مشكلة بتواجه ناس كتير. ايه هي المشكلة اللي هنتكلم فيها في فيديو النهاردة؟ هو ضعف التبريد في التلاجة. في ناس كتير بتتصل بيا وتقول لي انا عندي الفليزر شغال كأنه تلاجة، يعني التبريد بتاعه ضعيف جدا، لو حطيت فيه ازازة مية ما بتتجمدش، ولكن بتسقع بسيط وما بتتجمدش، حتى لو سبتها يوم اتنين تلاتة برضه هي نفس التبريد، ما بتعليش التبريد بتاعها، والموتور بتاع التلاجة شغال، والإضاءة بتاعت التلاجة شغالة، ومش عارف ايه المشكلة. فالنهاردة هقولك ايه المشكلة. وكمان بيلاقي الكابينة اللي تحت اللي هي التلاجة العادية مفيش فيها تبريد نهائي، يبقى الفريزر شغال كتلاجة والتلاجة اللي تحت مفيش تبريد. طب ايه اللي بيخلي التبريد ضعيف كده فوق ومفيش تبريد تحت؟ هنعرفه في فيديو النهاردة بإذن الله، وهقولك كل حاجة تؤدي للمشكلة دي في فيديو النهاردة. بس يا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، سواء صيانة او بيع اجهزة. ما تبخلش علينا بدوس اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وكل يستفاد من الفيديو ده. يلا بينا عشان ما نطولش في فيديو النهاردة، نشوف الطريقة مع بعض ونشتغل عملي ونشوف ايه المشكلة اللي تخلي معاك التلاجة التبريد بتاعها ضعيف. اول حاجة احنا بنشتغل على التلاجة النوفروست. اي تلاجة نوفروست ايا كان النوع بتاعها هتعمل نفس الخطوات اللي معايا دي عشان تتأكد المشكلة عندك في ايه، وهنشوف المشكلة اللي تخلي التبريد ضعيف زي ما قلنا في بداية الفيديو. فاول حاجة بنيجي على الفليزر وبنبتدي نفك المراية دي. الجزء ده بيتفك ازاي؟ عشان في ناس كلمتني وقالت لي انا فتحت التلاجة ومش لاقي مسامير. هنيجي نبص هنا مع بعض، في هنا طبة هنا بلاستيك كده وهنا طبة بلاستيك، اهي واضحة معاكم. هنفكها، هتجيب مفك اي مفك رفيع كده وهتبتدي تفكها اهي، عشان الناس اللي بتقول مش لاقي المسمار كده، مكان المسمار باين معاك اهو، المكان التاني مش باين قوي، برضو هتفكه كده. هي بتكون راكبة كبس اهي، اتفكت معانا التانية كده، في مسمارين باينين. هتبص تحت برضو هتشوف في طوبة بلاستيك ولا لا، عشان التركيب او الرباط بتاع المراية دي بيكون بيختلف من نوع لنوع، ولكن كل التلاجة النوفروست شغالة بنفس الطريقة، تمام؟ فلكن طريقة الفك بس هي اللي تكون مختلفة، فانت لازم هتفك كل المسامير اللي ماسكة الوش ده او المراية دي. هنفك كده المسمارين دول، فك المسمار التاني، كده فكينا المسمارين اللي فوق. هتجيب المفك اللي كان معاك، المفك الرفيع اللي انت استخدمته، وهتيجي عند الجزء ده تدخله كده وتبتدي تسحب بالراحة كده، بيطلع معاك اهو كده بالراحة عشان في سلوك، يعني ما تشدش جامد مرة واحدة عشان في سلك السخان وفي سلك المروحة، عشان بس ايه ما تبوظش فيشة او تقطع سلك. فبالراحة كده وهيتفكت معايا اهي اهي، زي ما انتوا شايفين كده اول ما اتفكت ظهرت معانا مروحة. المروحة دي بتكون راكبة في جميع التلاجات النوفروست. طيب دي المسؤولة يا جماعة عن توزيع الهواء. توزيع الهواء في الكابينة اللي تحت، يعني دي واحدة هيجي يقول لي هي راكبة فوق مالها بالكابينة اللي تحت، هقول لك لو جينا بصينا هنا كده اهو، الهواء بيخش من هنا من هنا، دي فتحات التبريد. المروحة بتشفط، المروحة دي بتشفط الهواء بتطلعه من هنا من الجزء اللي تحت ده. انا هحاول كده افك لكم الفيشة بتاعت المروحة دي اهي، فكناها كده عشان بس ابين لكم اهو، زي ما انتم شايفين كده فكينا المراية او الجزء ده بالكامل، بيكون راكب فيه المروحة زي ما انتوا شايفين اللي احنا قلنا عليها بتاعة توزيع الهواء السائع. بتدخل هواء في الفريزر
وكمان بتدخل هواء في التلاجة في الكابينة اللي تحت. دي لو مش شغالة، وده اكتر عطل بيحصل في التلاجات، ان المروحة دي بتكون بايظة، بتبوظ طبعا مع الوقت، الموتور بتاعها بيبوظ، او كمان الفيشة بتاعتها او السلك بتاعها بيكون فيه مشكلة، او كمان الزرار ده بيكون فيه مشكلة. اي حاجة في التلاتة دول بيخلوا المروحة دي ما تشتغلش. زي ما قلنا كده، المروحة دي لما بتشتغل بتطلع الهواء من هنا، ولما بتطلع الهواء من هنا بينزل في الجزء ده، هنشوفه اهو، بينزل في الجزء ده، التلات فتحات دول بينزلوا التبريد لتحت اهو. ده فتحة الصرف المية، عشان الناس اللي هتيجي تقول لي ده دي فتحة الصرف اللي هي بتنزل المية فوق الموتور، الطبق اللي عند الموتور، لا، دي فتحة الصرف اهي، الكام فتحة اللي ورا دول هم دول فتحة الصرف، لكن دي فتحة التبريد، فتحات التبريد بتاعة التلاجة من تحت. دي لو مسدودة مش هتنزل لك تبريد تحت، يعني لو في اي تلج متراكم على الجزء ده مش هينزل لك تبريد تحت، لو في اي سدد فيها برضو مش هينزل لك تبريد تحت. ممكن تلاقي الفليزر شغال كويس جدا والتبريد بتاعه ممتاز، ولكن التلاجة تحت ما فيهاش اي تبريد، يبقى كده عندك المشكلة في الجزء ده. الفتحات دي لازم تشوف في سدد فيها، فيها تلج متجمد، ايه المشكلة اللي فيها، لازم تتأكد ان الفتحات دي بتنزل هواء للكابينة اللي تحت، تمام؟ ده السبب الرئيسي اللي بيخلي التلاجة ما تسقعش. كمان السخان، السخان لو مش شغال هتلاقي المكثف ده مليان تلج، تلج عليه كتير جدا. السخان ده وظيفته ما هو بيسيح التلج على المكثف عشان ما يبقاش فيه تلج كتير، ولو التلج كتر كمان ممكن يجي على المروحة ويوقف المروحة، فلازم التلج يكون بسيط زي ما انتوا شايفين كده. ده كده السخان كويس. طبعا السخان ده بيتقاس، السخان ده هنبقى نعمل له عملية اختبار بإذن الله في فيديو تاني، وأقول لك إزاي تختبره وإيه المشاكل اللي ممكن تخلي السخان برضو ما يشتغلش معاك. فإحنا في فيديو النهاردة بنتكلم عن المروحة، فلازم المروحة دي تتأكد إن هي شغالة كويس، الفيشة بتاعتها دي بيكون طالع لها كهرباء 220 فولت أهي، الفيشة دي المروحة دي بتكون شغالة على كهرباء 220 فولت. طيب تعالوا كده نركب تاني المراية دي ونوصل الفيشة تاني. كده وصلناها المروحة، زي ما انتوا شايفين المروحة مش شغالة اهي، انا اللي بلفها بصبعي. طب مش شغالة ليه؟ عشان الزرار ده مش دايسين عليه اهو، الزرار ده ركزوا كده معايا، ادي الزرار وادي المروحة، انا مش عارف ابينها لكم قوي كده، واضحة معاكم اكتر اهو، كده واضحة اكتر، ادي المروحة ايه الريشة بتاعتها شايفينها ادي، تمام، وادي الزرار، لو دوست على الزرار المروحة دي هتشتغل، لو هي شغالة لو هي سليمة المروحة دي هتشتغل اهي، شايفين كده المروحة اشتغلت. هسيب ايدي من على الزرار المروحة هتفصل، تمام. كمان مش الزرار ده بس، الزرار اللي فوق والزرار بتاع الكابينة اللي تحت، يبقى الزرار بتاع التلاجة من تحت برضو مسؤول ان المروحة دي تفصل، يعني ممكن يكون عندك تلف في الزرار ده او تلف في الزرار ده لو المروحة مش شغالة. طب تختبر المروحة دي ازاي؟ بتختبرها على كهربة البيت عادي اللي هي ال 220 فولت، تمام. لو المروحة مش على لو التلاجة مش على كارتة، خلي بالك من الموضوع ده، التلاجات اللي على كارتة ساعات موتور المروحة ده ما بيكونش 220، بيكون مكتوب على مواتير المراوح اما هي بتاخد كهربا 220 ولا لا، لكن لكن التلاجات اللي هي مش على كارتة كل المراوح بتاعتها بتقبل ال 220 فولت. فانت بتفك الفيشة وادي طرفين سلك، الطرفين دول بتحطهم في اي بريزة عندك او اي فيشة عندك في البيت وبتشوف المروحة هتشتغل ولا لا. لو المروحة اشتغلت يبقى كده عندك مفيش مشكلة في الموتور ده، والموتور ده كده شغال. فبتبتدي بقى تشوف الزرار ده شغال ولا لا، الزرار ده لقيت عملت له اختبار ولقيته شغال، بتبتدي تشوف الزرار اللي تحت، لو لقيته شغال بتبتدي تشوف الفيشه دي نفسها فيها مشكله ولا لا، وتقيس بالافوميتر في كهرباء جايه لها 220 فولت ولا لا، تمام كده. يبقى عرفنا التلات اسباب اللي يخلوا الموتور المروحه ده ما يشتغلش، وقلنا يا جماعه لو المروحه دي مش شغاله مش هيكون في تبريد تحت ولا تبريد فوق كويس، تمام. ده السبب الرئيسي في ضعف التبريد في التلاجات النفروست. ياريت لو عندك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك بنفسي،
ولو عندك اي مشكلة في اي جهاز كهربائي خش عندي على القناة، هتلاقي فيديوهات كتير لحل مشاكل جميع الاجهزة الكهربائية والاجهزة المنزلية. ولو في عندك مشكلة ومش لاقي فيديو على القناة اكتب لي في اي كومنت وباذن الله هتواصل معاك احللك مشكلتك او هنزل لك فيديو لحل مشكلتك على القناة. كده يكون انتهى فيديو النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد في قناة تعمل بنفسك. سلام.